الاخوه كنظن وقيلا كاين الحل بالنسبه لهذا المشكل اللي قلت لكم ديال الباتري ما كيتبدلش. ها هو يلا اكتشفته هو انه هاد الكاش اللوراني راه كيتحيد على حساب لي غيمور اللي كيقولوا كاع الناس كيقولوا بلي الباتري ديالها ما كيتبدلش. ها هو كيتحل كيتحل وكترجع تدوب بحال هكا فوالا. السلام عليكم الاخوه، مرحبا بكم في حلقه جديده. واليوم جاي نتكلم لكم على اصغر كاميرا 4K موجوده لدابا، هي هذه، واصغر جيمبل زائد كاميرا 4K موجود في العالم حتى لدابا، زائد اكران تاكتيل، زائد هذا نساو عليا الجو برو داكشي. هذه جيمبل زائد كاميرا 4K من عند لا مارك دي جي اي، سميتها اوزمو بوكيت، اوزمو جيب، اوزمو بوكيت. نفتحوها مع بعضياتنا نشوفوا العلبه شنو فيها. هي ديستيني هاي الاب ستور في الابليكاسيون ديالها و جوجل بلاي بجوج، وكتخدم مع اي موفي وفاينل كات برو اكس، يعني شي حاجه اللي واعره بزاف بروفيسيونيل. و الى لاحظت واحد الحاجه الاخوه، هذا الراس هذا فاش كيفكركم؟ ماشي في هذا الراس هذا ديال الدرون ديال مافيك ميني؟ ايوا راه سي لو ميم برينسيپ. هذا مانع الاهتزاز، واخا تعيا تهز في هذا تتبقى الصوره واضحه. وفي اخر الفيديو غادي ندير لكم لقطات بها باش تشوفوا تلاحظوا كيفاش كتصور. بسم الله افتحوا العلبه. هنا كاين هادي اوزمو بوكيت، هنا كاين واقيلا الكابلاج، وهنا الباقي كتيب استعمال اللي تا واحد ما كيقرا، تا واحد ما كيقرا الكتيب استعمال. ماشي مشكل، حنا موجودين باش نشرحوا لكم كيفاش تستعملوها. بالنسبه للاوزمو بوكيت ها هي كتجي في هاد بوشيت ديال بلاستيك قاصحه شويه باش تبروتيجيها، وكتجي هاد الجلده ديال الكاوتشو انتما كما كتلاحظوا. نجبدوها من بلاصتها فوالا. ها هي نحيدو هاد البروتيكسيون ديال الجيمبل، هي هادي. وهذا دابا نشوفو ديال اش كيليق. هذا ديال مأخد يو اس بي، يعني تقدر تستعملها بوحدها ولا تستعملها مع سمارت فون. حنا نشعلو على الإخوة، كدير ميزة زيرو دي جي اي. هيا دابا كتشوف في الحيط، انا هبطها باش تشوف في الدرون. هيا ليكرون فوالا. انا قربت عليكم الاخوة باش تلاحظوا انه واخا نزعزع يدي فوالا تيبقى الراس ديما كيشوف في البلاصة اللي انا درتها فيها اللي هي الدرون، كيبقى ديما تابعها. وفيها واحد لاكتيف تراك كتسيليكسيوني الوجه ولا الشخص ولا السيارة ولا اللي بغيتي، وكيبقى الراس بوحدو تابعها. انتما لاحظوا بحال راس الدجاجة فيما ندورها كتبقى ديما كتشوف في الدرون. دابا غادي ندوزو
نوريكم كيفاش كتركب مع التليفون. انا عندي ايفون، نوريكم كيفاش كتركب مع التليفون. تمام. بالنسبة لمحتوى العلبة، مازال عندنا شي حوايج هنا. عندنا هذا كيلصق في هاي الثقبة ديالو، كاين هنا باش تهزها في يدك ما طيحش. كاين كابل باش تشارجيها، كتشارجها في مع اي شارجور ديال التليفون. ايوا. وكاين هادو هدا USB-C خاص ب لي تليفون اللي فيهم USB-Type-C. وكاين هذا ديال الايفون ديال لايتنينغ، هذا هو اللي بغيت نوريكم كيفاش كيركب. كدير ليه بحال هكا، كيركب هاد الجهة بحال هكا. نجيبو التليفون. هاهو الاخوة التليفون. بالنسبة لابليكاسيون ديدي اللي هنا كما كتلاحظوا سميتها هادي دي جي اي فلاي ديال مافيك ميني، واللي دي دي لوزمو بوكيت هي هادي سميتها دي جي اي ميمو. دي جي اي ميمو حنا نبرونشيو نشعلو لوزمو بوكيت ديالنا. فوالا نخشيوها في هذا، هاهي اوتوماتيكمون غادت، هاهي ولات طفات ليكرون ديالنا كما كتلاحظوا. هاد ليكرون تاكتيل طفات ولات، وهنا عندنا التحكم بلوزمو ديالنا. هاهي كتشوف فختها هنا عندنا تحكم اكثر في لوزمو. عندنا بلوس دوبسيون، انا على الفيديو دابا. وعندك كما كتلاحظوا ها هو الكاتكا 50 فريم بار سكوند، تال 60 فريم بار سكوند. يعني صراحة كاميرا جد رائعة. ديفو الوحيد اللي فيها هو الباتري، كما كيقولوا ما كتبدلش، ولكن في اخر الحلقة قبل الفيديو غادي نوريكم، غادي نحاولوا نشوفوا واش الباتري كيتبدل ولا لا. هنا كاين لي ريغلا حتى هي كيدير لها ميزاجور، لي ريغلاج ام بي 4 لي بغيتي افونسي. هنا كنتي بروفيسيونيل، هيستوغرام هذا باش اللي كيبين، فيها لاكتيف تراك، فيها سيلفي، فيها مود سيلفي. كدور الجيمبل باش تتولي تشوف فيك انت. هاي كتشوفني انا سلام. سي شنو انتم مع الاخوة. هاي متبع الوجه ديالي، ها الوجه ديالي غادي دي هنا دي هنا دي هنا. شو هنا كتبات لي، ها هو نقربو هنا حيت مفرطين هاد الكابلاج. انا نقدر نجي هنا ونكادري الوجه ديالي، غادا تبقى متبع. شتي كيفاش دار؟ انا ندور نجي فوالا، ديما كتبقى متبع الوجه ديالي. وكاين فيها مود سبور، مود سينما، مود بزاف ديال لي مود. يعني الصراحة ما عندي ما نسالهم. دي جي اي دارو لي في جهدهم. ها نتوما نقدر هنا عاطياني الايزو 1600، شاتر 1/60، يعني داكشي بروفيسيونيل. كاين مود غالونتي، سلومو فو 4، كاين تايم لابس. هو كتاخد تصويره كلها 2 سكوند، كتردها بحال تصويره كل 2 سكوند ولا كل هذا.
وكتردها في الاخر بحال الفيديو كيولي يبان لك الطوموبيلات دايزين بالزربه، بنادم كيمشي بالزربه، فهمتي؟ كاين هيبر لابس، كاين مود ايزي سيف، هذا الا بغيتي باش تسجل وتصيفط في انستغرام. كاين مود ستوري، ها هو فوالا، كتختار لي ستوري اللي بغيتي. كاين مود بانوراميك باش كتاخد لك تصويره بانوراميك ديال شي حاجه اللي بغيتي. كاين مود فوتو، فوتو عادي، هي راه الكابتور ديالها 12 ميجا بيكسل، انا داير ليها كارت ميموار ديال 64 جيجا، شوف شحال عطياني في لا تري اوت ريزوليسيون، عطياني 12843 فوتو اللي نقدر ناخد. وبالنسبة لا فيديو ما كت عطياني ساعة ونص في الكاتكا، انا داير الكاتكا وفي 1080 50 فريم بار سكوند، عطاتني ساعة وخمسة واربعين دقيقة، يعني هي واقيلا حسبات الوقت كومبيني مع الوقت اللي باقي في الباتري، باسكو الباتري ديالها في لو سول ديفو لي كيما قلت لكم هو لا باتري، كانت دوم ساعتين. وبالنسبه لكاتكا، لكاتكا راه اي كاميرا بروفيسيونيل هاي سوني، هذه اللي كنصور بها دابا سوني اس 3، راه دايرين ليها ليميتور ديال التصوير ديال 30 مينوت فمني كتكون كتصور 4K حيت الكاميرا كتسخن، فما بالك بهادي، هادي ما دايرين لا ليميتور لا والو، غير الباتري صافي تديشارجا في ساعتين. وفيها هنايا ماخذ يو اس بي سي، منين كتشارجيو الا بغيتي دير ليها جو بونس ميزاجور، ولا ميزاجور كدار من هنا من التليفون. حنا نشوفو دابا شويه واش نقدروا نبدلو ليها الباتري ولا لا، خليكم معنا. انا الاخوه راه خديت ليها واحد هادي بوشيطة ديال الكاواتشو فوالا باش نحافظ عليها، نركبها ليها دابا ونشوفو كيفاش غادا تجي. بالنسبة للإخوة أنا ركبت ليها هنايا سكرين لانكاسابل، ركبت ليها لانكاسابل وركبت ليها لانكاسابل هنا عاوتاني، وهذا اللي زوين فيه لايتنينغ باش تحافظ عليه كيدخل تا بجهة المعاكسة. وها هي دابا راكبة في هذا ديالها، وهنا كاين عاوتاني فاش كتعلق، وهذا باش تحافظ على الراس والجيمبل كتخشي هذا هنا. ايوا هي هادي. بالنسبه للفيديوهات انا ندير لكم شي لقطات بلوزمو بوكيت، وكتبوا لي في التعليق اشنو بان لكم، اشنو رايكم فيها. وبالنسبه للفيديوهات راه تقريبا جميع الحلقات السابقه اللي داير بالموتور اللي هما فلوغ واحد فلوغ جوج تل دابا كلهم مصورين بلوزمو بوكيت. الا بغيتوها راه كاينه موجوده في كتباع في درب غلف، ولا في عند المحلات ديال الالكترونيك كدير الثمن ما بين تيتراوح ما بين 4000 و 4500 درهم، هذا الثمن في وقت تصوير الفيديو، من بعد الى نقصات الله اعلم. ايوا نتمنى الاخوه تكون الحلقه عجباتكم، وما تنساوش ديروا بارتاج ولايك وتابوناو عندنا باش تزيدوا تشجعونا نديروا حلقات محسن من هادو. شكرا.